يا رب يشفيك ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. عندي دم في البول، يا ترى دي علامة خطر ولا ده عرض بسيط؟ وإيه الأعراض وإيه العلاج؟ تفاصيل حول البول الدموي بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إيه يكون عندي دم في البول؟ البول الدموي عبارة عن مصطلح طبي يعني وجود خلايا دم في البول. طيب ده بصراحة يعني يتراوح بين طبيعي إلى قاتل، يعني ممكن يكون حاجة بسيطة ممكن تكون حاجة خطر. طيب يعني احنا بنعرف انه ممكن ده يكون لا يعبر عن حالة مرضية، ممكن تاكل أكلة معينة فيها صبغة ولا كده، فصبغات لونية طبيعية يعني، فيعمل يدي لون كده دم في البول، ما يكونش دم حقيقي يعني. واحيانا ممكن يكون مشكله خطيره بيعبر عنها الدم في البول. طيب اول علامه لو احنا وبنحلل وجدنا خلايا دم بيضاء مع خلايا دم حمراء في البول، ده بياكد انك كده في مشكله عدوى التهاب مسالك بوليه، سواء في الكلى او في الحالبين او في المثانة. طيب قد يكون الدم بسيط، يعني ممكن الدم يكون حاجه بسيطه مش كميه دم كبيره، تمام. قد يكون متوسط، قد يكون الدم في البول شديد. طيب واحيانا قد يصل الامر ان ممكن يكون فيه تجلطات دمويه. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل كده؟ اول حاجه احد الاسباب وجود نزيف في الجهاز البولي، لو في الجهاز البولي في اي منطقه في الجهاز البولي في نزيف يظهر بول دم في البول. طيب الالتهابات اللي بتصيب المجرى البولي سواء كانت جرثوميه او فيروسيه برضو بتعمل دم في البول. طيب تضخم بروستات الحميد اللي هو بيكون عند الرجال في السن المتقدمه برضو ممكن يعمل دم في البول. برضو من الأعراض الشائعة لحدوث دم في البول هو الحصوات الموجودة في الكلى والمثانة والحالب، ممكن برضو تأثير تلك الحصوات على جدار المجرى البولي يعمل نزيف أو يعمل دم في البول. طيب إيه المشاكل الممكن التانية اللي تعمل دم في البول؟ أورام المجرى البولي، لا قدر الله لو في ورم في المجرى البولي برضه بيعمل بعض النزيف وينتج عنه وجود دم في البول. احيانا برضه بيكون في اسباب وراثيه خلقيه، يعني وراثيه او خلقيه، مثلا زي ايه؟ طيب زي تكيس الكليتين برضه بيأثر على وجود دم في البول. طيب احيانا بعض الامراض بتعمل برضه دم في البول، طب زي ايه؟ زي الهيموفيليا او لا قدر الله اللوكيميا او فقر الدم المنجلي، احد تلك الامراض بيعمل برضو دم في البول. طيب ايه تاني ممكن يعمل دم في البول؟ احيانا احنا بناخد بعض الادويه ممكن تعمل دم في البول بشكل مؤقت، زي ايه؟ زي البنسلين. احيانا في ناس بتاخد بنسلين بيظهر عندها دم في البول، او اسبرين اللي هي يعني الاسبرين او الادويه اللي بتعمل بتساعد على زياده اسيوله الدم، برضو ممكن يحصل بعض النزف البسيط اللي بيعمل دم في البول. طيب برضو الهيبارين بيدخل في نفس الاسباب، برضو تناول الهيبارين بيؤدي الى وجود دم في البول. طيب قد يكون دكون لون البول ناتج عن تناول بعض الاطعمه زي ما ذكرنا من شويه، انت ممكن تاكل اكله فيها صبغات زي ايه؟ زي البنجر. البنجر ده فيه صبغة طبيعية بتعمل برضو اللون اللي هو لون الدم، بيبقى مش دم طبيعي بس بيبقى فيه لون دم في البول، دي صبغة. زي مثلا التوت البري. بس خلي بالكم يعني اللي بياكل أكلة فيها صبغة زي كده بيعمل لون دم في البول، بس ما بياخدش أكتر من يومين، يعني بكتير يومين وبيروح اللون اللي هو لون الدم اللي موجود في البول. طيب هناك قد يكون هناك رغبة في التبول، بس ولكن التبول بيكون مؤلم، وأحيانا بيكون مرات التبول كثيرة، يعني بتبول بكثرة،
ده بيكون يعني علامة عن تلوث وعدوى بكتيرية. يعني طب العدوى البكتيريه دي بتيجي ازاي او تيجي منين او ايه مشكلتها؟ العدوى البكتيريه دي بتخلي البكتيريا نفسها بتصعد من الحالب للكلى. ممكن احد الاسباب انها تصعد من الحالب للكلى، او ممكن تخترق الكلى عن طريق الدوره الدمويه. يا تخترق الكلى عن طريق الدوره الدمويه، يا اما تصعد من الحالب وتذهب الى الكلى وتعمل تلوث او عدوى بكتيريه. طيب هنا بيحصل ايه؟ هنا بيحصل تلوث الكلى، وبرضه ده بيدي نفس اعراض التهاب المسالك البوليه، ولكن مع حمى والم في الخاصره. تمام. طيب لو هنتكلم عن الاسباب المهمه اللي يعني في ناس مننا ما تعرفهاش ولكنها مهمه جدا، من اسباب التهاب المسالك البوليه هو حبس البول وقله مرات الذهاب للحمام. وده بيعمل مش مشكله التهاب مسالك بوليه بس، ده ممكن يعمل مشاكل في الكلى، ولو استمر الموضوع ده فتره طويله ممكن يعمل مشكله كبيره في الكلى. طيب يعني لو اي واحد فينا يحس ان هو عايز يخش الحمام، يا ريت ما يتاخرش على قد ما يقدر. ادخل الحمام بكثره، ده هيقلل حدوث اللي هي الالتهابات المسالك البوليه. طيب لو في التهاب في البول، دم في البول، طيب انا اعمل ايه عشان اعرف ايه الاسباب؟ يعني احنا قلنا اسباب كتير. طيب انا اعرف الدم في البول ده ناتج عن احد الاسباب، اعمل ايه؟ اول حاجه يعني هو الدكتور هيقول لك اعمل لي فحص بول تحت المجهر، ده علشان يتاكد من وجود الدم، هل ده دم ولا ده صبغه ولا ايه بالظبط؟ لو لقى ده دم تمام، هيحاول يعرف نوع الخلايا الموجوده في الدم دي ايه؟ خلايا بيضاء، خلايا حمراء، يعني ناتج عن ايه؟ طيب ايه تاني؟ بيعمل فحص الجهاز البولي باستخدام التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي، يعني بيحتاج لكده عشان برضه يتاكد ويعرف ايه الاسباب اللي بتعمل على وجود الدم في البول. طيب لو في لا قدر الله يعني حد جاي من اصابه، من حادثه او 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 مشكله او خناقه او اي حاجه فيها احتكاك للجسم، او كدمات في البطن، لو شك الدكتور في انك في كدمه في البطن او الظهر، بيتم اخذ عينه من الكلى وفحصها، بيفحصها هل فيها تهتك او فيها مشكله او المشكله واصله لغايه فين؟ يعني بيحاول يعرف المشكله وصلت لفين بالظبط. طيب احيانا بيبقى في اجراء فحص شرجي للتاكد من عدم وجود مشاكل في البروستاتا، ان مشاكل البروستاتا زي ما قلنا في الرجال المتقدمين في السن بتعمل برضو دم في البول، ودي بنفحصها عن طريق الفحص الشرجي. طيب احيانا برضو بيكون في فحص حويضي، ليه في الحوض؟ الفحص الحويضي بيسموه الفحص الحويضي الوريدي للمثانه والكلى، بيتاكد برضو يشوف ايه التطورات اللي في الجهاز البولي واصله لفين وايه الاسباب بالظبط. طيب يعني مشاكل الكلى كتيره، احنا طبعا عاوزين ننوه عن حاجه بسيطه، ان احنا عملنا قائمه تشغيل بمعظم مشاكل الكلى وطرق علاجها بالاعشاب ومشاكل الكلى. طبعا القائمه دي هتكون موجوده في الوصف، اللي عاوز يعني اللي لا قدر الله عنده مشكله في الكلى او عايز يعرف يعني ايه المشاكل الكلويه يشوف القائمه دي وهتفيده ان شاء الله كتير. طيب عايزين نتكلم عن علاج البول الدموي بالاعشاب. احنا بنحاول نتجنب العلاج الكيماوي على قد ما نقدر، يعني بقصد بالعلاج الكيماوي العلاج بالعلاج اللي بيجي من الصيدليه او اللي بيكون فيه ماده كيميائيه. طيب اول حاجه عشان نعالج الدم في البول يا جماعه، طبخ الحنظل مع الزيت، طبخ الحنظل مع الزيت بيفيد في حالات الكلى والبول الدموي، بيجيب نتائج ممتازه. طيب برضو لو عندك دوم، الدوم لو تناولت الدوم اكثر من مره في اليوم بيفيد في الم المثانه، يعني لو حد عنده الم في المثانه اكل الدوم، اكل الدوم اكثر من مره في اليوم بيعالج الم المثانه وبيعالج البول الدموي. طيب برضو تناول السحلب 3 مرات يوميا يعالج البول الدموي والسل الرئوي والتيفود والاسهال. يعالج البول الدموي والسل الرئوي والتيفود والاسهال. طيب في بعض الاماكن بيكون الصمت يعالج البول الدموي والاسهال ومفيد جدا وطارد لثعابين البطن. ويا رب يشفينا ويشفيكم ويشفي كل مريض. اشكركم للاستمرار معنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.